في آخر فقراتها تقول: هل بيتي الخاص من حقي؟ وهل يجوز لأمه أن تحرمني منه؟ أنقذوني أنقذكم الله وأفيدوني. زوجتي حق الإسكان على زوجي، وهذا من النفقة الواجبة. نفقة تكون النفقة بالطعام والشراب وما تحتاج إليه من القوت، وتكون بالكسوة المناسبة، وتكون بالسكنة المناسبة. فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها السكن المريح، وليس لأمه التدخل في منع حق من هذه الحقوق، فإن فعلت فإنها تكون عاصية وآثمة وظالمة أيضا. الأم نعم.